مع الهاتف دكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري. دكتور، يعني الى ما تميل؟ تميل الى تحصين اعمال اللجنه العليا للانتخابات الرئاسية أم إلى قبول الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وتقصير فترة الفصل في الطعون لمدة قصيرة؟ طيب مساء الخير الأول وعلى المشاهدين جميعا وعلى سيادتك شخصيا يعني ولو أحييكي على جهدك الكبير في مجال الإعلام وفي مجال الرأي العام والتنوير. حقيقة بكلم جد، الناس عندها إحباط وسيء الحصاد، يعني مش عارف متى ينتهي هذا الجو الخانق اللي فيه تلبس. نعم. قانون الانتخابات الرئاسيه من اهم القوانين، وانا كان حظي ان انا يعني عشت تجربه مع 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 القانون ومع اللجنه، وبالتالي مهم جدا زي ما بنقول دايما انه النصوص تتناهى والوقائع لا تتناهى. يعني 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 من غير كده ما يبقى الكلام مكلكع، يعني انا اسف. ان النصوص بتبقى جامده انما الوقائع بتتحرك، وبالتالي لازم النصوص تواجه الوقائع. لدينا مناخ ملتهب، لجنه الانتخابات الرئاسيه وقانون الانتخابات الرئاسيه لابد ان يكون متنبه لما جرى وما سيجري، وبالتالي الماده 7 ماده مهمه عاوزه تامل. لجنه الانتخابات الرئاسيه لها صفتين، لها ان تصدر قرارات من اول فتح باب الترشيح وقبول المرشحين الى اخره، حوالي 24 قرار، ولها كلجنة قضائية أن تنظر وتفصل في طعون. القرارات من النوع الأول قرارات إدارية لا يمكن أن تفصل، لأن المادة 97 من الدستور بتحظر تحصين أي عمل قرار من الطعن على القضاء، وبالتالي لازم نبقى واخدين بالنا هذه القرارات 100% هتبقى قابلة للطعن. وعلينا ان احنا يعني في هتبقى في ناس متلبسه بالقرارات دي عشان تطعن عليها لاي سبب. طيب بعدم الدستوريه الحل من الذي يطعن وعن اي قرارات يطعن؟ اذا حضرتك موافق على فكره ان يكون هناك فرصه للطعن على قرارات المحكمه اللجنه الانتخابيه العليا، ولكن القرارات الاداريه التي تصدرها، بمعنى ان تكون القرارات التي يمكن الطعن عليها والتي يجوز الطعن عليها لان ما اقدرش احصنها اذا كانت قرارات اداريه. اللجنه لها صفتين، ان تصدر قرارات اداريه زي قبول اوراق الترشيح، زي فتح باب الترشيح، زي القواعد اللي بتنظمها. تمام، لكن اعلان النتيجه ولا يمكن ان احصن. طيب ولو حصنتها تبقى مخالفه للدستور. حلو، اعلان النتيجه بقى. انما في بقى شكل ثاني، وهي لجنه قضائيه تنظر طعون، يبقى لازم اقول في النص لازم انها تفصل وان تبت وتصدر في الحاله دي قرارا قضائيا يمكن ان اقول عليه غير قابل للطعن. لان القانون القائم اللي فات كان بيستند الى الماده 28 من الاله الدستوري، بتقول انها محطمه. وقبل كده الماده 76 من الدستور كانت بتقول انها محصنه، لكن لها سند وظهير. طيب انا هنا عندي ماده في الدستور بتقول ان الهيئه العليا او المفوضيه الدائمه للانتخابات يمكن الطعن على قرارات الطعن عليها. بالظبط، ده معناها ان الدستور متبني فكره الطعن. طيب اعمل انا ايه بقى في عدم التحصن؟ انا بقى في نقطه مهمه لازم يعني اتمنى على قسم التشريع، وانا بالمناسبه باشيد بالسياسه اللي هي كل مشروعات القوانين تعرض على قسم التشريع. ده بيفكرنا بايام السنغولي بس، ان كل قسم التشريع كل القوانين مشروعات تقرا قسم التشريع. تمام، الصياغه والمراجعه الدستوريه. احنا امام قسم التشريع الان، اتمنى على قسم التشريع ان ياخذ في اعتبار ان ممكن اللجنه تتعرض لضغوط زي ما شفنا في انتخابات 2012، ممكن تتعرض البلاد لاضطرابات. انا عاوز ادي اللجنه اختصاص مهم انها من حقها ان توقف اجراءات في الانتخابات، من حقها ان توقف اعلان النتيجه، من حقها ان تلغي الاجراء للانتخابات اذا حصل اضطراب امني الى اخره. ده مهم جدا في هذا المناخ الذي نعيشه. ومن حقها انها تفتح باب الترشح تاني يا دكتور؟ تفصيل، ايوه. ومن حقها انها ممكن تفتح باب الترشح تاني؟ ايوه، ما هو ده النص اللي اتقال بقى في القانون. ايوه، قانون زي ما انا فاهم المشروع الان في قسم التشريع. قسم التشريع عليه ان يتامل كل ما يمكن ان يحدث في هذا المناخ الملتهب، ويخول اللجنه سلطات كبيره اذا تمت الانتخابات واغلق الباب
وفوجئنا ان المرشح راح تزوج من اجنبيه مثلا فقد شرط بشروط الترشح. فوجئنا من انه المرشح ادين بحكم جنائي زي ما كنا بنسمع دلوقتي نقول في حد يتقدم للترشح ولانه ما فيش حكم بالادانه. تمام. في شرط حسن السمعه يا استاذه لميس، شرط حسن السمعه اللي هو مطلوب ده لازم يكون موجود مش كده ولا ايه؟ ادنى الدرجات والا نقلنا مرسي ولا نقلنا خيرت الشاطر تاني معانا. طيب شرط حسن السمعه فين؟ اللي بيبقى موظف يعني عامل يوميه في الحكومه لازم يكون عندك شرط حسن السمعه والسمعه. وبالتالي شرط حسن السمعه، ارجع تاني، شرط حسن السمعه حضرتك تفضل ان يكون موجود في ان يكون موجودا في النص. في النص. محدش يقول لي ده القانون ما الدستور ما قالش كده، والدستور قال والقانون ده بس ده موجود اوريدي في الماده 11 من قانون الوظيفه العامه، فانا محتاجاه تاني في القانون الرئاسه. اتصور يعني لك ان تتخيلي ان يبقى محتاج في ادنى درجات الوظيفه العامه وما بكتبوش في مرشح لرئاسه الجمهوريه. هل لا يكفي فكره انه ان الاخوان إن مثلا في جماعه ارهابيه وهي جماعه محظوره بالقانون الان وجماعه ارهابيه بالقانون، الا يكفي ذلك؟ ده بيرجعني برضه للقانون القائم اللي هو افساد الحياه السياسيه، وانا ابلغت النيابه العامه في شهر 8 الماضي ان كل ما نراه من جرائم ارهابيه وكل ما نراه من جماعه الاخوان واعضاء هؤلاء يرتكبون جريمه اسمها افساد الحياه السياسيه وافساد نظام الحكم، جميعا محظور عليهم ان يمارسوا العمل السياسي، لازم يبقى امام قسم التشريع بالاستاذ. فحضرتك تفضل ان ده يكون منصوص عليه في قانون انتخابات الرئاسه. وارجو ان يتامل ويتامل، لانه ما حدث في 2012 وما زالت التحقيقات جاريه وما زالت الطعن امام لجنه الانتخابات الرئاسيه حتى هذه اللحظه، ومضى على الامر سنتين. طيب يعني يبقى واحد شرط حسن السمعه لازم يكون موجود، حضرتك تفضل ان يكون موجودا. الشرط الاخر انه اذا فقد شرط من الشروط بعد اجراء الانتخاب وقبل اعلان النتيجه، اعمل فيه ايه؟ لازم تخول اللجنه شرطه كامله صريحه وواضحه عشان ما نقولش ان ما فيش نص. طيب اذا نرجع تاني لقضيه التحصين اعمال اللجنه او تحصين النتيجه، هو ده اللي يهمني، النتيجه محصنه ولا يمكن الطعن عليها؟ لو طعن عليها يطعن عليها امام اللجنه باجراءات قضائيه، امام اللجنه باجراءات قضائيه تفصل في الطعن، وبقول تفصل في الطعن يبقى مش هتبقى طعن امام المحاكم ولا هيبقى هي كلجنه قضائيه، هي لجنه قضائيه مشكله تشكيله قضائيه بحته زي ما كل الاحكام قبل كده، السوابق موجوده، السوابق موجوده في لجنه الانتخابات الرئاسيه وقانون الانتخابات الرئاسيه السابق. الطعن امام نفس اللجنه، امام لجنه الانتخابات الرئاسيه. ايوه بس يبقى امام، بس يتقال كده انها تفصل في الطعن، والفصل في الطعن معناها انها تجلس كهيئه قضائيه تستطيع حياديه القاضي وضمانات التقاضي وحق الدفاع تكون مكفوله. طيب عندي بقى سؤال كده من الخيالات والكوابيس، انه لا قدر الله حصل اي حاجه، انت عارف طبعا الارهاب وزمن الارهاب والعنف وما الى ذلك، هل هنا من حق انا احييكي جدا وانا اقترح اضافه الفقره دي اللي فاتك بتقوليها وانا هفصلها الى الماده 35، تخول اللجنه سلطات كبيره عند اكتشاف اي شيء المرشح فقد شرط من الشروط الصلاحيه للترشح، جيت قفلنا الباب والانتخابات جرت وما اعلناش النتيجه. طيب حصل بقى في الفتره دي اعمل فيها ايه؟ فقد شرط من شروط الترشح لازم اقول. حصل فيه يعني اضطرابات في البلاد، ارتكاب جريمه مثلا بالادانه. حصل فيه التهاب زي ما تحديد بحرق القاهره وهنعمل ايه؟ حصل فيه ما واسيبها كده ما يضر الامن القومي ويحدث اضطراب في البلاد، اللجنه تعمل ايه؟ تتفرج تعلن النتيجه وتقول انا خايفه زي ما حصل. طب يعني معلش يا دكتور، يعني هذه الاقتراحات اللي هي اللي انا برا يعني كمواطن كده انها يعني اقتراحات مهمه جدا، هل ممكن حضرتك تقدمها للجنه لاداره التشريع؟ انا اتجه الى قسم التشريع غدا او بعد غد واقدمه على صفه صفه صفه. ارجوك ده بكره هيقابله مستشار علي عوض بكره. اي اقتربت من القانون ومن اللجنه بخبرات عمليه علميه واحكام قضائيه، اقدمها واقترحها. طب ارجو ان بس ده يكون سريعا يا دكتور، ان بكره هم هيخلصوا لهذا الامر ويعني هيجتمعوا مع المستشار علي عوض. هذه اقتراحات مهمه جدا من الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد. حسن السير والسلوك والسمعه، الطعن امام يكون امام اللجنه نفسها لانها لجنه قضائيه، وفي حال واحوال العنف الاضطرابات ان يفقد المرشح. اتفضل.
ان يفقد المرشح اي شرط. الامور لابد ان تكون بالنصوص زي ما بنقول، دي وقائع لا تتناهى وشفناها والنصوص ما واجهتهاش ومتوقعين اكتر منها. وشفنا التهديدات ان لو فلان كذب هنولع البلد وامريكا فين فين فين. ما اقدرش ولم تنتظر حتى نتائج التحقيقات، لازم اللجنه تكون مكونه سلطات كبيره. اكتشفت اللجنه ان هناك تمويلات من الخارج مثلا. بشكرك دكتور شوقي السيد.